نشرة الظهر. الواحدة ظهرا هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار. تحسبا لهطول أمطار غزيرة بعد ظهر اليوم، تعليق الدروس في ولايتي قفصة وصفاقس. نقص في بعض الأدوية الحياتية ودعوة إلى مزيد الثقة في الدواء المصنع محليا، خاصة مع عودة شركة سيفات للإنتاج. بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، البريد التونسي يؤمن 255 ألف عملية تسجيل جامعي و274 ألف عملية تسجيل مدرسي عن بعد. دوليا، ارتفاع حصيلة ضحايا موجتي تفجيرات أجهزة الاتصالات في لبنان إلى 32 شهيدا وأكثر من 3000 جريحا. إلى التفاصيل. يتميز الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم وأثناء الليل بنزول أمطار رعدية محليا غزيرة بالمناطق الغربية للجنوب والوسط، لتشمل تدريجيا الجهات الشرقية للبلاد. وأوضح المعهد الوطني للرصد الجوي أن الكميات تكون محليا هامة، وخاصة بولاية توزر وقفصة وجنوب القصرين وسيدي بوزيد وقابس وصفاقس وجهات الساحل وجنوب ولاية نابل، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 40 و 60 ملم وتصل محليا إلى 80 ملم مع تساقط البرد بأماكن محدودة. ويسجل أيضا هبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 90 كم في الساعة. ومع ورود التحذيرات من المعهد الوطني للرصد الجوي من إمكانية تهطل أمطار غزيرة في عدد من الولايات، اتخذت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجم بكل من قفصة وصفاقس جملة من الإجراءات، من بينها تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بعد ظهر اليوم. المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس زياد الزديري يضيف للزميلة زهور الحبيب. تم اتخاذ وإزداء جملة من التعليمات واللي هي أهمها تفعيل اللجان المحلية وضعها في انعقاد تحت إشراف السيد المعتمدين. اللجنة الجهوية هي في حالة انعقاد دائم بداية من توع إلى غاية مرور هذه التقلبات المناخية. تم تركيز خلية يقظة بمقر الولاية بشكون حاضرة بداية من الساعة الثانية مساء، كيف وضع كافة الإمكانيات البشرية والمادية على ذم التدخلات، الانتباه لتقاطعات الأودية وتدعيمها بالإشارات، كيف باش يتم معناتها بث عديد التحذيرات معناتها عن طريق الإذاعات لدعوة المواطنين مع لليقظة والانتباه، والأهم من هذا هو حفاظا على الأرواح نتاع وليداتنا والحفاظ على صحتهم. تم إصداء تعليمات لتعليق الدروس بصفة استباقية للفترة المسائية ليوم 19/9/2024، تكون الابتدائي والإعدادي والتكوين المهني وباش تكون خلال الحصة المسائية. يتم قريبا استئناف أنشطة تصنيع محاليل الحقن بالشركة التونسية للصناعات الصيدلية سيفات، وفق ما أقرته أمس جلسة عمل بإشراف وزير الصحة خصصت لمتابعة الوضعية الإنتاجية للشركة وسبل تطويرها لزيادة مردوديتها وللاستجابة لمتطلبات السوق الوطنية. فكرة عن مخزون الدواء والإشكاليات على مستوى الأدوية الحياتية ودور شركة سيفات في تعزيز الأمن الدوائي في تونس في التقرير التالي لأحلام القاسمي. تعود شركة تونسية للصناعات الصيدلية سيفات لتصنيع الأدوية والمواد الطبية ما يدعم الإنتاج المحلي ويرفع مخزون الدواء في وقت يشهد فيه اضطرابات خاصة على مستوى بعض الأدوية الحياتية. نائبة رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفر أوضحت أن الحلول متوفرة لتفادي النقص في بعض الأدوية، وأفادت بعودة عمل لجنة اليقظة من أجل الحلول الاستباقية. تم أدوية مستوردة ودويات عليها ضغط كبير، دونك نورمال باش يكون على ضغط احنا شويه. الامراض المزمنه ما عندناش مشاكل فيهم، عندنا الادويه الجنيسه. الامراض السرطانيه صحيح، على خاطر لو ثم ادويه مش موجوده في السوق نجيبوها بالذمه لك المريض هذاك، وهذا ياخذ شويه وقت. عندنا شويه اضطرابات، عندنا عباد تستنى، مريض بالسرطان مش نستنى. اللجنه اللي هي بالشراءات هذه خاصه بالوضع وقاعده تلوش الميكانيزم باش تحل مشاكل في الايام القادمه. وثم ادويه صنع محلي، ثم برشا مصنعين محليين
يمروا ظروف صعبة، وأكثر مصنع محلي هو صفات اللي هي في الشجرة تخدم، نجم توفر لنا كمية كبيرة ياسر من المخزون، لكن نعطيه ثقة للصيدلي إذا كان بدل الدواء باش الناس الكل تاخذ بها. من جهتي ثمن كاتب عام النقابة التونسية للصيدلية الخاصة محمد صالح الكداشي عودة شركة صفات للعمل، داعيا المواطن لمزيد الثقة في الأدوية محلية الصنع. هي أول شركة تصنيع دواء في تونس في وقت توقف عن النشاط، صاروا برشا صعوبات في عديد أصناف الأدوية، استأنف النشاط وحدة المحاليل والحقن نثمنوا الإنجاز هذا اللي صار في زمن قياسي بتضافر جهود جميع الأطراف. المخزون متاع الأدوية تحسن فرابور للمدة اللي فاتت، ثم إشكاليات سورتو في البروديونتي كونسيرو، لكن احنا عنا الجيميريك يلزم المواطن يقتنع بأنه الأدوية المصنعة في تونس توفر نفس الجودة ونفس المفعول ويقبل عليها بشكل أكبر. يذكر أن جلسة العمل بوزارة الصحة أمس اتخذت جملة من القرارات لضمان استمرارية إنتاج الدواء والاستجابة لمتطلبات السوق الوطنية، منها مضاعفة الإنتاج في الفترة المقبلة والمراقبة الصارمة لمسالك الإنتاج والتخزين والتوزيع. كشف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أن منحة دعم الشركات الأهلية المقررة في حدود 800 دينار سيتم الانتفاع بها مدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد، مشيرا إلى انخراط العديد من القطاعات في تجربة الشركات الأهلية من بينها البيئة والفلاحة والسياحة. تم إقرار تنقيح قانون المتعلق بالأراضي الدولية الفلاحية اللي باش يمكن الشركات الأهلية من استغلال الأراضي الدولة. التشجيعات اللي حكيت عليها اليوم الشركات الأهلية عندها صعوبات كبرى، هذول الناس راهو أغلبهم ما يخدموش، باش نأسسوا للفكرة هذه يلزم أهمية المرافقة. احنا اليوم دعيناهم أن يلزم يكون هناك دراسات جدوى المشاريع، ثم بلان دافير في المشاريع، ثم كراء محلات الغذائية. هي هذه منحة الدعم، هي في حدود أقصاها 800 دينار شهريا لمدة سنة، احنا غير قابلة طبعا للتجديد، لأكدنا عليه حتى في البلاغ أن راه لن تعطى إلا بعد قيام بدراسة جدوى المشاريع، لأن المشاريع مش كان في القطاع الفلاحي. اليوم عندنا مشاريع على مستوى البيئة، على مستوى تثمين النفايات، على مستوى السياحة، على مستوى الصناعات التقليدية، العديد من القطاعات انخرطت اليوم في موضوع الشركات الأهلية. والتحدي متاعنا أن يلزم تدخل إن شاء الله طور النشاط وقتها يكون الانعكاس وتساهم في حل مشكلة البطالة. أمن البريد التونسي 255 ألف عملية تسجيل جامعي و274 ألف عملية تسجيل مدرسي عن بعد بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، وفق ما أفاد به رئيس مركز خدمة الحرفاء بالبريد التونسي وليد غزاوزة. قمنا بتسجيل أكثر من 255 ألف طالب عن بعد وتسجيل 274 ألف تلميذ عن بعد. كانت النصيب هام وهام جدا لتطبيق الدي دي سي، من خلالها أكثر من 50 ألف عملية دفع عن بعد عبر الهاتف الجوال للتسجيل المدرسي عن بعد. مع عودة العمل بالتوقيت الإداري الشتوي والعودة المدرسية، تتجدد معاناة المواطنين في الحصول على خدمات التاكسي الفردي أو الحافلات خاصة في أوقات الذروة، ويجد المواطن نفسه مضطرا إلى اعتماد وسائل نقل غير قانونية قد تعرضه للخطر وللاستغلال المادي خاصة من قبل التطبيقات العشوائية على الإنترنت. صورة عن معاناة المواطنين مع النقل تنقلها مريم الغربي. أنا نعم في نافيت تونس بنزرت كل يوم، لقي مشكلة كبيرة تكلف غالية شوي تاكسيات، بديت نستعمل في كوفاتيراج، تهبط الفيسبوك يهبط مثلا واحد في بيكاسين يقول أنا نحب نروح مثلا الماضي ساعة، بالفعل شكون انتريسي يعبث تقابله في البلاصة الفلانية يساعدك ولا بريس كيما لواش 6000 فرنك، ما عندي حتى حل، ويقربني يقرب لي خدمتي، ساعد يحطك قدام دارك في ثنيته هو تربح الوقت. نقل جماعي هو ديما موجود، ونوقف في روتيكس باش نمشي لريانا، دقيقتين يكون بحذاك، فما برشا ريسك البيبان ما يتسكروش، يركبوا فينا فوق بعضنا، والحاجة الباهية زادة رخيص. الصباح موجودة كينا ماشي التاكسي حتى بالبلاصه خلصوا كل واحد بلاصته، معناته كل واحد ونهبطوا باش نروحوا. الصباح يزمك تطلع في الكار، تطلع الباب محلول، تطلع كذا، توصل حتى الخدمه لا سابق كيما نلقى حتى حل باش نستعمل بولت غالي.
غالي علي. مرة أخرى من نصر لول الحي البساتين 13 دينار من الزاز، ولا عندك حد مريض يزمك تروح باش نتحايلوا على الوقت، نركب مع ناس بزايد فوق بعض تعبين ما نوصلوا، نبدو ما عندناش جهد للخدمة، ما عندناش جهد للدار. تطبيقات على الانترنت ما نذكرش الأسماء اليوم سيبة، هي المواطن المسكين مرض يتحط في وضعية يزم يتنقل ما يلقاش تاكسيات يولي يضطر خاصة للتطبيقات. أنا وقعت لي حالة مرة ما لقيتش تاكسيات وقتها في ساعة الذروة، ملتها في الوقت التطبيق هذه جاني في خلال دقيقة وطلب سعر خيالي، أنا مضطر يزمني نتنقل وقتها. أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات تمديد في فترة موسم البيوعات بالتخفيض الدوري أو الموسمي السولد للفترة الصيفية من سنة 24 و2000 بأسبوعين إضافيين. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. في الشأن الدولي، بلغت حصيلة ضحايا موجتي تفجير أجهزة الاتصالات في لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء 32 شهيداً وأكثر من 3200 مصاب وفق ما أفاد به وزير الصحة اللبناني اليوم. يأتي ذلك في وقت تحدثت فيه تقارير عن أن الجيش الإسرائيلي قرر اليوم نقل قوات من قطاع غزة والضفة الغربية إلى الحدود مع لبنان تحسبا لتوسع الحرب ضد حزب الله. وكان جيش الاحتلال أعلن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة عدد آخر في الجليل الأعلى إثر إطلاق قذيفتين من جنوب لبنان. كما شن حزب الله اليوم سلسلة من الغارات بالصواريخ والمسيرات استهدفت عدة مواقع في شمال إسرائيل، فيما رد الاحتلال الإسرائيلي بقصف مناطق في جنوب لبنان. تزايد التوتر في المنطقة بعد تفجيرات لبنان والمخاوف من توسع نطاق الحرب ستكون اليوم محور اجتماع أمريكي فرنسي ألماني إيطالي بريطاني في باريس، بالإضافة إلى بحث مفاوضات الهدنة في غزة. كما ينتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي غدا جلسة طارئة لمناقشة الانفجارات، فيما حذر البيت الأبيض من تصعيد إضافي في المنطقة. وفي تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية، وفي اليوم 49 بعد 103 من حربه المدمرة على غزة، واصل الاحتلال الصهيوني قصفه المكثف جوا وبرا واستهدف منازل وتجمعات لفلسطينيين في مواقع عدة في القطاع، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. واستشهد خلال 24 ساعة الأخيرة 34 فلسطينيا على الأقل، من بينهم 9 أطفال، وأصيب آخرون معظمهم في قصف استهدف مدرسة تأوي نازحين بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، حسب ما أعلنته مصادر صحية فلسطينية اليوم. وفي الضفة الغربية استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 4 آخرون برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه بلدة قباطية في جنوب جنين. وفي إطار التزام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو بدعم القضية الفلسطينية وخاصة القضايا المتعلقة بالتربية والتعليم والبحث العلمي، التأم اليوم بالعاصمة مؤتمر الألكسو حول واقع تعليم الأطفال في مدينة القدس. وزير التربية والتعليم الفلسطيني أمجد برهم أكد خلال مشاركته في المؤتمر أن الاحتلال الصهيوني يقوم بعمل ممنهج ومدروس من خلال تدمير المؤسسات التربوية في قطاع غزة وتعطيل العملية التعليمية داخل الضفة الغربية ومحاربة المناهج التعليمية في القدس الشريف. ويشير إلى أن 293 مدرسة من أصل 309 مدارس بقطاع غزة دمرت جراء القصف الصهيوني. هناك 293 مدرسة فلسطينية من أصل 309 مدارس تم إزالتها وإخراجها عن الخدمة. هناك أكثر من
630 ألف طالب وطالبة تم حرمانهم في العام الماضي من الالتحاق بمدارسهم، أكثر من 88 ألف طالب جامعي تم تدمير جامعاتهم، أكثر من 85% من المباني الجامعية داخل قطاع غزة تم إزالتها بشكل كامل. هذا يدل على أن هناك حرب ممنهجة ومدروسة على كل المؤسسات التعليمية داخل قطاع غزة. هناك أيضا أكثر من 700 حاجز إسرائيلي تقطع أوصال الضفة الغربية وتمنع وصول الطلبة والمعلمين في الأوقات الرسمية. هناك عملية مدروسة في تعطيل العملية التعليمية إما داخل الضفة الغربية أو داخل قطاع غزة. أما عندما نتحدث عن القدس فالحرب على الحقيبة الفلسطينية ومحاولة تهويد التعليم الفلسطيني داخل أسوار القدس، الحرب على المدرسة الفلسطينية، الحرب على المعلم الفلسطيني. الاحتلال يريد أن يقتل الأمل داخل نفوس أطفالنا، ولكن نحن وبإذن الله حاملين هذه الرسالة، رسالة العلم والتعليم لأجيال فلسطين. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيرا بالعناوين. تحسبا لهطول أمطار غزيرة بعد ظهر اليوم، تعليق الدروس في ولايتي قفصة وصفاقس. نقص في بعض الأدوية الحيوية ودعوة إلى مزيد الثقة في الدواء المصنع محليا، خاصة مع عودة شركة صفات للإنتاج. بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، البريد التونسي يؤمن 255 ألف عملية تسجيل جامعي و274 ألف عملية تسجيل مدرسي عن بعد. وفي الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا موجتي تفجيرات أجهزة الاتصالات في لبنان إلى 32 شهيداً وأكثر من 3000 جريح. كانت هذه نشرة الظهر للأخبار، قدمتها إليكم من الإذاعة الوطنية التونسية مريم الغربي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.